رجال الامن اللي يحمل يكون ضروري ما يدخلش جوا الا يكون يحمل الاثبات الشخصي نتاعه، وبعدين يجي للوحه اللي معلقات عليها قوائم الناخبين ياخذ الرقم التسلسل نتاعه ويدخل على محقق الهويه يبرز له الهويه نتاعه ويعطيه الرقم يبحث له على اسمه ويعطيه بعدين السان اللي بيسجل السجل نتاع الناخبين. هنا يبدا شنو؟ يبدا الرقم اللي اعطاه له محقق الهويه هو يبحث عليه اللي على قوائم الناخبين غادي باش يسلم له البطاقه. والله رقم قول مش قاعد هيك ما عندها شيء 100 طبعا هذا استحقاق وطني، وندعو جميع المواطنين طبعا ان يساهموا ويستلموا بطاقاتهم، لان البطاقات هذه المعدات عن طريق الرسائل الاس ام اس اللي تم انتخابهم عن طريق مجلس النواب الاول، واكدوا ثاني مره تاكدوا التسجيل واصدرنا لهم بطاقات على اساس يجوا يستلمون، لان البطاقه هذه لا يتم انتخاب اي شخص او مشاركه انتخابك لاي شخص الا عن طريق البطاقه هذه، والبطاقه هذه يعني تقدر تقول حساسه لدرجه ممكن اكثر اهميه من جواز السفر، لانك انت هذه تحتم عليها تبي تدلي بصوتك لشخص اللي هو يقودك بعدين وبيقودك المرحله اللي جايه للبلاد.